طب انتي فالمفروض اخبار علاقتك بسلفتك ايه؟ والله يعني هي كويسه ومش كويسه في نفس الوقت، يعني فيما معنى ان عارفه الحاجات ازاي اللي من بتقول؟ تحت لتحت دي، اوه انا مش هقول ان انا ملاك طبعا، اوه بس بصوت كتير علشان ما اعملش يعني هو هي مش كويسة ومش كويسة الاتنين في واحد دي ازاي؟ يعني مثلا هي قدامي كويسه قوي، اه بس بتاخد اللي بتشوفه عندي تروح تنقله لحماتي على اساس ان هي تبين لها انها بتنقلها اخباري، بتقول لها وانتي بتولي لها، هي بتعرفي ده بتقدم كل منين؟ حاجه. بتعرفيه منين؟ بعرف بقى يعني عارفه هي التانيه بتقع بلسانها، يا اما مثلا تزعل ان انا ما قلتش، فبحكم ان احنا قريبين من بعض في السكن، فبتبقى في حاجات كده بتبان بقى، يعني انت وانتي بقى بتلاحظي بتقولي كده. انا مش ملاك، انتي بقى ممكن تعملي ايه؟ انا لا انا مش هقول لك انا ما بعملش حاجه، انا بقعد اخد في نفسي واحرق في دمي. بس انا هقول لك حاجه، انا من وجهه نظري انا ليا مبدا ماشي عليه، انا لو عملت خناقه ولو رحت قلت لها انت بتقولي وبتقولي وبتقولي، انا هعمل يعني خناقه على الفاضي، واحنا مثلا متعودين نتقابل في مناسبات مع بعض، بنقعد في وش بعض، فانا لما هاجي ممكن ما حدش يقف في صفي، وبعدين برضه عايزه كل واحده بتبقى عارفه جوزها، اللي عارفه جوزها بيقف في ظهرها يعني انت هتبقى ممكن بتتكلم تبلعي، بأريحية. تبقي عارفه ان هي متكلمه عليكي او كده انا بعمل كده، وتبلعي وتروحي بقى بعمل تقعدي كده في العزومه، عامله ازاي بقى؟ ضربه بوز بقى بضرب. ولا بتتعاملي لا عادي؟ خالص ما بضربش بوز، بتعامل عادي، بس طبعا كل ده بيجي على اعصابي، يعني كل ده بيجي على اعصابي، انا من طبعي ما بحبش يعني ايه، ما بحبش حد يعرف انا بتضايق من ايه، عشان ما تبقاش نقطه ضعف يمسكها بقى عليا كل شويه يغيظني بيها، فخلي بالك احنا بنلعب حرب اعصاب، شفتوا بالظبط، مش حرب بقول لكم بارده حرب يعني. اصلا، حرب بارده بين امريكا وروسيا. حرب. وبعدين في حاجه كمان، ما احنا في صله رحم، انا دلوقتي لما اعمل ولادك. مشكله واعمل خناقه، انا ما بحبش دايما الولاد يبقوا منقطعين عن عمهم عن ولاد عمهم، لا انا بحب العلاقات العائليه، فاي حاجه هعمل فيها مشكله هبقى انا اللي منبوذه. كل واحد بيشوف الموضوع دايما، الناس لما تعملي معاها مشكله بتبص للي بيعمل المشكله على انه مكبر الموضوع، انت المفروض تكبري دماغك. وامهم بقى على طول، هي امهم، هي بالظبط. امهم طيب ما اللي انا غيرت اخوه، ما هي امهم. بالظبط، انا لما اعمل كده انا مش هستفيد حاجه، بل بالعكس هطلع انا اللي غلطانه ومحدش هيقف في صفي، خلاص بقيت انا يعني بقى ايه اماني بحرر. شكرا ليكي. اماني، اماني ايه نموذج للحرب البارده اللي هو ايه؟ بالظبط. نسمع بس كده. يعني اماني لو كانت خدت موضوع ان سلفتها بتنقل الكلام لحماتها على اساس ان دي طريقه سلفتها في التقرب لحماتها، كان الموضوع بالنسبه لها هيبقى اهدى شويه. يعني البنت التانيه تمام اللي هي سلفه اماني، هي عارفه حماتها ممكن اقرب لحماتي ازاي او اكون الاقرب لحماتي ازاي، ان انا احكي لها واقول لها على اخباري واخبار سلفتي، فهي دي خدت التكنيك بتاع نقل الكلام على انها تبقى الاقرب لقلب حماتها، ان انا وحماتي بنحكي مع بعض على طول. هي بقى خلاص لو فهمت الطريقه دي او فهمت التكنيك ده هتقلل، هيبقى المعرفه على قدر الحاجه، ومش هتقعد تاكل في نفسها على اساس ان البنت بتنقل كلام او بتنقل الاخبار، لا هي عيني على قد تفكيرها ما جابها ان هي دي الطريقه اللي بتخلي حماتي تفضلني.